السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. معكم أخوكم مستان قحطاني من موقع التقريب الأحدث. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أستعرض لك الهاتف محمول واوي أونر 6. الهاتف راح يقدم لك ثلاث أشياء: الميزات والمواصفات والسعر المنافس. راح يكلفك 1700 إلى 1699 ريال سعودي، والاختلاف ليس فقط في مسألة السعة التخزينية اللي هي 16 أو 32 جيجا بايت، الاختلاف في مسألة وجود شريحة أو شريحتين كلاهما تدعمان شبكات الجيل الرابع. الهاتف طبعا بسعر جيد جدا للي يحب او يبحث عن هاتف بشريحتين تدعم شبكات الجيل الرابع. طبعا الشريحة الاولى تدعم الفور جي والشريحة الثانية تدعم الجي اس ام مع منفذ مستقل للذاكرة الخارجية، بعد شوي راح اوريكم اياه. الهاتف يملك شاشة 5 انش بدقة 1080 بي مع كاميرا امامية 5 ميجا بكسل واسعة النطاق 88 درجة، مما يعني انه ممكن تاخذ مساحة اكبر مو بس لك انت اذا انت من الاشخاص اللي تحب السيلفي، بل انه ممكن تاخذ اكثر من شخص. الكاميرا الخلفيه 13 ميجا بكسل بامكانها تصوير فيديو 1080 بي. طبعا فلاش ال اي دي مزدوج وليس ملون، 3100 ملي امبير للبطاريه غير قابله للازاله. السماعات الموجوده في الجهه الخلفيه. الهاتف ايضا يملك ذاكره عشوائيه 2 جيجا بايت، والسعه الداخليه كما ذكرنا 16 او 32 على حسب النسخه، لكن في منفذ ذاكره خارجيه بامكانك رفع السعه الى 64 جيجا بايت. ايش فيني بغيت الخبط. فيما يخص التصميم، تصميم الهاتف جيد جدا ايضا. الهاتف ياتي بسماك 7.5 ملم ووزن كامل له 130 جرام. الوزن والسماكه ممتاز ل وفي مسألة التحكم بالهاتف من خلال يد واحدة. أيضا ساعد الموضوع على مسألة التحكم بيد واحدة هو الأطراف المنحنية في الواضحة في هذا الهاتف المحمول. كذلك استحواذ الشاشة الأمامية على نسبة كبيرة جدا من الجهة الأمامية للهاتف المحمول وصلت إلى نسبة 75%، جعلت الهاتف أقل مقارنة من الهواتف الأخرى التي تملك نفس المقاس اللي هو 5 إنش. طيب فيما يخص بالمنافذ، فمن هذه الجهة ما راح تلاحظ أي شيء. من هذه الجهة راح تشوف منفذ صوتي 3.5 ملم، كما أنه يعتبر أول هاتف محمول يملك الأشعة تحت الحمراء، وهذا يعني أنه بإمكانك التحكم بالأجهزة المنزلية من خلال هاتفك المحمول. منفذ صغير للمايكروفون، من هذه الجهة راح تشوف زرية تحكم مستوى الصوت، الزر الخاص بالطاقة. إذا أزلت هذا الغطاء فإنك راح توصل إلى الشريحتين والذاكرة الخارجية، هنا الشريحة الأولى وهنا الشريحة أو الذاكرة الخارجية والشريحة الثانية بالأسفل. طيب فيما يخص بالشاشة، فهي 5 إنش IPS LCD 445 بكسل لكل إنش. طبعا بإمكانك استخدام الشاشة حتى لو كنت ترتدي القفازات، بإمكانك ضبط درجة حرارة الألوان، وهذه الخاصية نادرا ما نشوفها في الهواتف الخارقة، رأيناها في البي 7 والآن في الأونر 6. قد تفيدك هذه الخاصية في مسألة مشاهدة الأفلام بالألوان اللي أنت تحبها، ممكن تحطها مثل ألوان السوبر أومليد أو ممكن تحطها بألوان ال LCD على حسب ما تريد. الشاشة إذا سبق أنك سبق واستخدمت الهاتف محمول بي 7 فإن الشاشة راح تعجبك بشكل كبير، من أفضل الشاشات الهواتف محمولة بمقاس 5 إنش. زوايا الرؤية، الألوان والإضاءة ممتازة على هذه الشاشة. فيما يخص بالأداء، فالهاتف المحمول راح يقدم معالج بثمانية أنوية. المعالج الجديد وهو المعالج اللي حل كافة المشاكل اللي كنا نعانيها مع أداء سلسلة هواتف واوي من ناحية فتح القوائم والتطبيقات. فلعبنا بعض الألعاب، حقق نتائج عالية من خلال برنامج انتنتو، حقق هذا الهاتف 41,000 نقطة، وهو رقم جيد الصراحة، رقم عالي، لأنه هذا الهاتف صراحة يعني حل كل المشاكل الموجودة في هذا الهاتف المحمول. ما حتى لعبنا بعض الألعاب تتطلب رسوميات عالية، مع المعالج رسوميات تزيد فما واجهنا فيها أيضا مشكلة. حقق من خلال برنامج 3D Mark 13,000 نقطة. من خلال البطارية، فالبطارية هي 3100 ملي أمبير، فبالتالي اقدر اقول لك انها تعطيك يوم كامل من ناحيه الاستخدام العادي. اذا كان استخدامك متوسط فالاستخدام راح يكون على او صمود البطاريه الى 13 ساعه. في الباور سيفنج واللي تعطيك وضعيات للحفاظ على البطاريه، اما انك ترفع الاداء وتستهلك كميه اكبر من البطاريه، او السمارت وهو الوضعيه التلقائيه اللي راح تجدها مع الهاتف المحمول وهو المسؤول عن استهلاك البطارية بشكل ذكي. وفي الخاصية الجديدة اللي هي الالترا، الالترا هذه راح يطفي كل شيء، كافة الخدمات والتطبيقات اللي تعمل بالخلف، ويحول لك الشاشة للون الابيض الاسود. اذا شفت الجالكسي S5 فراح تعرف ان هذه الخاصية
ممتازة على هذا الهاتف. فيما يخص بالكاميرا، فالكاميرا عندك هنا 13 ميجا بكسل، فتحة العدسة 2.0. المستشعر المستخدم هنا هو البي اس اي، مصنع من قبل شركة سوني، لذلك جودة التصوير فاجأتني صراحة. حسيت انه جودة الصور ممتازة مقارنة بالهواتف الخارقة. في عدد من الوضعيات سبق ان استعرضناها مع هواتف هواوي، تحديدا مع البي 7، فممكن تشوف خاصية التصوير الذكي واللي راح يضبط لك كل شيء من تلقاء نفسه، او تصور تصوير بانورامي، او تختار الخاصية اللي هي اول فوكس. اول فوكس هي الخاصية اللي ببساطة تقدر تحدد الفوكس، اما انه مثلا تكون على الموية، لا اوضح لك، اما انها تكون على المويه او انها تكون على الجوال اللي هو ون بلس ون. فهذه خاصيه اول مره اشوفها على سلسله هواوي او واوي اللي هو اونر 6. هذا فيما يخص بالكاميرا. النظام الموجود هنا 4.4.2 المعروف باسم كتكات، مع الواجهه الكبيره الضخمه جدا معدله بشكل كامل على هذا الهاتف. فبالتالي اذا سبق انك رايت استعرضنا البي 7 فراح تعرف انه هذه الاشياء جدا مألوفة، ادوات الاتصال، صفحة التنبيهات، ممكن تشوف ايضا الصفحة الخاصة بشاشة القفل اللي بامكانك الوصول الى الكاميرا، او اذا قمت بالسحب بهذه الطريقة فانك تقدر توصل لابرز الادوات اللي تحتاج توصلها بشكل سريع، مثل الكشاف او مثلا الآلة الحاسبة وغيرها من الخدمات اللي ممكن تستفيد منها. هذا فيما يخص بنظام الاندرويد 4.4.2. طبعا ما في واجهه خاصه للتطبيقات، فما راح ادخل في تفاصيل لانه سبق ان شرحتها مع البي 7. الهاتف جدا 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 ممتاز من ناحيه التصميم، جوده التصنيع. طبعا التصميم عندك هو طبقه زجاجيه من الخلف، طبقه زجاجيه غوريلا جلاس الجيل الثالث، اطار مصنوع من الالمنيوم بالكامل، فبالتالي ما راح تحسك انه بجوده تصنيع ضعيفه او رخيصه مثل ما شفنا في البي 7. الهاتف راح يقدم اداء عالي، بطاريه مذهله، كاميرا تقدم اداء جيد جدا. فهذا هو الهاتف. ترقب مراجعتنا ان شاء الله، نشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.